حط شروط جديدة يبقى في ايد صاحب العمل ان هو بيها يفصل العامل. نمرة 2، العامل اللي هتفصل قال الكهولة ازاي؟ اولا كان فيه في قانون العمل الحالي المطبق لحد دلوقتي ان العامل لو اتفصل تعسفيا ليه تعويض شهرين عن كل سنة على الشاغل. الشاغل مسألة الحد الأدنى للتعويض في التعديل الجديد. العامل لو كانت المنشأة أغلقت كان بياخد عن أول 5 سنين شهر تعويض عن كل سنة، وكل سنة بعد كده كان بياخد 1.5 شهر. عشان يخفف عن أصحاب الأعمال قال لك والله إنه لما نيجي نقفل المنشأة العمال دول كلهم يروحوا ياخدوا من صندوق الطوارئ. لو احنا حسبنا عامل اشتغل 20 سنه في شركه وجت قفلت واترمى في الشارع، في القانون الحالي اللي احنا كنا عايزين نعدله كان من حقه ياخد حوالي 26 او 27 شهر على الشارع. الوضع الجديد بتاع التعديل وبالنسبه للحق صندوق الطوارئ ياخد بحد اقصى 6 شهور 75% من المرتب الاساسي. بيخفف مع اصحاب الاعمال وبيحط على العمال. عشان كده وعشان ما اطولش عليكم، مؤسسين الحمله دي اللي هو حضراتكم وناس ثانيه شفنا انه الفلسفه اللي قائم عليها قانون العمل الحالي 12 والفلسفه هي نفس الفلسفه القائم عليها التعديل اللي هي منحازه لاصحاب الاعمال ضد العمال، ان احنا بنرفض هذه الفلسفه. وعشان كده بنرفض ان احنا نرقع في قانون العمل الحالي او نشتغل مع اي تعديل يطرحوه علينا، وان احنا كعمال هندفع على تمايلهم. في كل مصنع وكل شركه وحتى العماله